إنتاج لحد الوحدة، وحدة اليوم، انطلق في مارس 95، وهذه الوحدة تأسست باش تدي لو غاز دو شارج تاع المركب رقم 2 للغاز المميع، الغاز لو غاز ناتورال، الغاز الطبيعي المميع للمركب رقم 2 لو جي ان ال 2 زد. دونك الغاز لو غاز دو شارج يجي اليمون يدخل في الوحدة لليوم، وننجو تقريبا 600 مليون كيبيك فيت من اليوم السائل، و 33 ألف طن في العام من النيتروجين اللي هو الازوت. هذا لليوم نبعتوه تقريبا 100% للسوق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية اللي هو يستعمل في الـ في الـ في الايروسباسيال، في الاندستري دي زوبيتو، في لا ميترولوجي. دونك عنده بزاف الحوايج اللي التكنولوجيا تاعها عاليه كبيره.